نحن في جيش الثورة نقوم بالرباط وريف درعا الشرقي. قمنا بالرصد عدد من الأرتال الداخل إلى درعا عن طريق السراد الدولي، واستهدفنا جزء منها بالتعاون مع الفصائل في درعا، ونقول لميليشيات الأسد لن تمروا درعا مهد الثورة، ونطمئن أهلنا في درعا أننا جاهزون ومستعدون لأي محاولة للتقدم بالسلاح والعتاد الكامل. نحن كجيش ثورة المرابطين على أحد النقاط في المنطقة الشرقية نقول إن شاء الله جاهزين للتصدي لأي محاولة تسلل من النظام الغادر، وبإذن الله نتوعد النظام بصد قوي، وبإذن الله هذه حوران عصية على كل البغاة وكل من يحاول أن يعتدي على أرض حوران.